قد ايه بتحبي الشوكولا نور؟ هلا انا ما كتير مياله للشوكولا، بحب الشوكولا المره تمام بس. هلا بما انه عم نشوف الاشياء بحب اشكالهم، يعني بحب هيك تمام لازم يكون ضمن الضيافه ضمن الزينه بالبيت. يعني ما ضروري كل يوم تاكلي شوكولا لا او هيك. لا انا كتير بحب الشوكولا، بحسها شيء اساسي بالحياه تعطي سعاده. بتعطيني طاقه ايجابيه وسعاده. خلينا نحكي دائما بالاعياد والمناسبات، الشوكولا عنصر اساسي في الضيافه، وقد تتنوع الافكار والاشكال والمذاق، لكن اليوم رح نعرف على افكار مبتكره وجديده للشوكولا المنزلي الذي تحول من مجرد حلوه الى مشروع صغير بيحمل بصمه ضيفتنا لليوم السيده شاديه العش، وهي صاحبه مشروع صناعه الشوكولا المنزلي. يسعد صباحك واهلا وسهلا يسعد فيكي. صباحكم، اهلا وسهلا فيكم، كل عام بخير، انت ميلاد بألف مجيد خير، وينعاد على العالم وعلى الكل بالخير يا رب. عليك وعلى كل الناس يا رب. هلا من اول ما فتي نحن ما قدرنا نشيل عيوننا عن الاشياء اللي جايبتيها، هي كلها صناعه منزليه. طبعا طبعا، يعني خلينا نحكي عن بدايه الفكره. لما نحكي صناعه منزليه كيف بلشت، وعم يكون يمكن بحرفيه تقنيه عاليه، يعني تحسيها كانه صناعه معامل او صناعه محلات، مش انه ايد يدويه اشتغلتها. الحقيقه بلشت الفكره انه انا بحب الاعمال اليدويه، بحب الشغل، تمام. اشتغل شيء بايدي. بالمناسبات بعمل الزينه للمناسبات، بالفصح، بالميلاد، باي مناسبه انا بعمل اشياء لبيتي بايدي. تمام. حسيت انه انا لازم اعمل شيء خاص فيني، ومن حبي للشوكولا انا حسيت انه لازم اشتغل، وحتى وقت تطلع القطعه من بين ايديكي انه شيء مميز وشيء رائع. هذا كثير كثير شيء حلو، ومن هون بلشت الفكره، وقدرت انا اشتغل على هي الفكره وانطلقت وبلشنا نشتغل. قد ايه لك عم تشتغلي بهي القصه بمشروعك، وكيف عم تلاقي تفاعل الناس مع شغلك ومع الشوكولا اللي عم تعمليها؟ هلا انا صار لي تقريبا شيء 4 سنين. تمام. وبشارك بالمعارض، بشارك هالشيء هيدا تفاعل مثل ما شايفه انت، يعني المنظر لحاله بيخلي الواحد يشتهي ياكل قطعه الشوكولا. الحقيقه الورق التغليف هذا كله يدوي، حتى يعني للمناسبات، كانه هون للولاده، للبيبي، للتخرج، وللاعراس، يعني لكثير اشياء، لكثير. ايوه، يعني بتحسي انه لكل كل مناسبه لها طابعها الخاص، لها شيء مميز فيها. كيف بتطلع من بين ايدي انه انا بدي اعمل هاي المناسبه، بدي اعمل هاي القطعه لحتى تنجذب العالم تنجذب العالم لشغلي، والطعمه، والحشوات اللي بعملها. انا ما بعمل حشوات، ما بجيب حشوات من برا، انا كل الحشوات بعملها يدويه بإيدي، يدويه ببيتي. طبعا نشوف يعني حرفيه عاليه، عم تقولي 4 سنين، يعني هي مهله قصيره، وعم نشوف حرفيه عاليه يمكن ودقة، يعني حتى عم تقولي الحشوات وكل شيء، كل شيء شغل على ايدك. اشتركتي بمعارض كثير، كيف كانت اراء الناس، ردة فعلهم، تفاعلهم معك؟ عم اقول لك انه المنظر بشهيكي انك توقفي، يعني فعلا بالمعارض انا هذا الشيء عم لاحظه، انه بيلتفتوا، بيكون بالمعارض اكثر من طاوله للشوكولا. تمام. بس وقت اللي بتوقفي، بيوقفوا على طاولتي، بيقولوا انه، وبقول لهم انه هيدا عمل يدوي بالبيت. تمام. عدم عمل يمكن بالمنزل، شغلك وشغل الاخرين، انت خلقتي روح بقلبها، يعني في شيء انه كل قطعه عم تطلع، عم تحسي انه بفرح انك عم تطلعيها، عم هلا مثلا، وحتى القطع انه بتكون حسب المناسبه، انه كل المناسبات الى هي. هلا نحن هي مثل ما شفتيها، انه نحن مع الليكير، نحن مع الليكير او مع المشروب بالعيد بنضيف قطعه بونبون او شيء بلبس شوكولا اشلاميش او شيء، بس حسيت انا انه لازم اعمل شيء خاص بهالمناسبه وبهالعيد هيدا، انه عندك مثلا عكازه بابا نويل، عندك الجرس، عندك الشجره الصغيره. والحقيقه هي القوالب هي ما لها مطروقه بالسوق، ما لها موجوده بالسوق. يعني خلينا نحكي مثل ما حكيت، انه مثلا بيروحوا على كثير طاولات الناس، بس بيرجعوا على طاولتك لانه بيحبوها. شو المميز اليوم عندك؟ شو الادوات اللي انت عم تستخدميها؟ شو الانواع الموجوده عندك مو موجوده عند غيرك؟
هلا بالنسبة للأدوات، أدوات كتير بسيطة كونه بالبيت المنزلي. بالبداية كانت أنه أنا مثل أي ست بتستخدم أي أدوات، الطنجرة والوجاتات وهدول القصص يعني. لحتى بلشت أبحث عن أنه لازم في شيء، هي دولة ما بيكفوا، لازم أبحث عن شيء يساعدني بإني طلع قطعة، طلع شيء مميز. صرت جيب القوالب المنزلية هيدي تبعتي، الكون اللي بقدر أنا أشتغل فيها بالبداية. بعدين هيدا الشيء عرفني على اشخاص، وقت انا عم ببحث عرفني على اشخاص قدروا يساعدوني، لهم باع بهيدي القصه، قدروا يساعدوني لحتى يعطوني الادوات اللي انا لازم اشتغل عليها بالبيت يعني، كوسيلة حتى بسيطة كمان يعني. طبعا. مع أنه كان مثل المعمل اللي عنده الآلات وعنده الشيء، بس الشغل اليدوي هذا غلب أي شغل معمل فينا نقول، لأنه في قصص هيك فيها روح وفيها فن وفيها كله أعمال يدوية. يعطيكي ألف عافية. بس خلينا نحكي مثل هيك قطع مثلا، قديش بتاخذ منك وقت؟ قديش بتاخذ شغل؟ وقديش يمكن كمان اخذت الظرف الاقتصادي الصعب يعني؟ صحيح. احنا بنعرف الشوكولا غاليه، مش كل الناس بتقدر تشتريها. صحيح. فالاسعار عم تكون معقوله ولا لا؟ هلا الحقيقه انا يعني بالنسبه لاسعاري كانت، شفت بالمعرض اللي اشتركت فيه اسعار كثير كانت كتير عالية، بس طبعا. أنا بالنسبة لأسعاري كانت مناسبة للشيء اللي أنا عم بشغله، مع إنه شغل يدوي عم ياخد وقت يعني. الحقيقة بقى بتلاحظي هلا هي القوالب ما أنا موجودة من هون، أنا بسعى لأني أجيب قوالبي من برا، من رفقاتي، من هون هون رفقاتي بابنويل والشجرة وهدول. كيف إنه كل القوالب او الشيء اللي عم بشتغل فيه هو مميز، ما هو موجود بالسوق يعني. حتى هي الطريقه السنه انا انه ليش هيدي القطعه ما حلوه تتغلف، عرفتي كيف؟ تمام. لازم تظهر للناس. حتى هي تغليفي وشغلي، انه كيف انا عم طلع القطعه لتشوفها العالم لتنجذب لطاولتي. اكيد. خلينا نحكي من وحي تجربتك، يعني قد ايه الواحد اذا كان عنده اراده ممكن ينجح بشغله، يمكن يعمل بصمه مختلفه عن غيره. من تجربتك وبنهاية 2020 كيف ممكن تعطيهم طاقة كمان للأشخاص اللي عم يسمعونا يلي عنده فكرة حابب ينفذها؟ هلا لا شك إنه بس يكون عندك إرادة قوية وعندك شيء بين إيديك تقدري تعملي منه شيء، أكيد الإرادة القوية بتعطيكي مثل ما بيقولوا طاقة إيجابية لحتى أنت تنطلقي، ويكون بين إيديك أعمال وشيء ضيافات، أي شيء حلو بين إيديك. الإرادة كتير، مع أنه في بهالأربع سنين هاي أكيد في كان هيك صعوبات فيها، عكة فيها، فشل بالبداية أنه لحتى أطلع القطعة مثلاً للحشوات اللي عم بعملها، أنه أنا بجرب الحشوة أنه بدوقها أنا، أنه كيف هي طيبة، كيف الناس بدها تتقبلها، كيف بدها تعطيني رأيها فيها لهي القطعة اللي طلعت من بين إيدي. بس يكون عنا الإرادة القوية أكيد، رغم الصعوبات، رغم المطبات اللي بنوقع فيها، اكيد منتابع بارادتنا القويه. اكيد. ست شاديه العشنة بتشكرك على وجودك معنا، ونحن سعيدين بوجودك، ودائما بنوجه تحيتنا للمراه السوريه اللي دائما فخورين فيها، دائما عندها اساليبها الخاصه وعندها مهاراتها الخاصه، بتقدر تخلق من ولا شيء اشياء مهمه بالحياه. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لكم. اكيد بنتمنى لك كل التوفيق، ومن نجاح لنجاح اكبر كل سنه وانت بألف خير. شكرا لك. بخير يا رب. شكرا لكم ويعطيكم العافيه.